فيديو النهاردة بإذن الله هو MCQ Autonomic Second Part. هنتكلم النهاردة عن الكيميكال ترانسميترز أسيتايل كولين ونور أدرينالين والريسبتورز لكل واحد فيهم مع كلينيكال كيسز مهمة جدا تطبيق على فكرة الريسبتورز. طبعا أنا عاوزك من بداية الفيديو تكون مذاكر البرانش كويس جدا، كل جملة هنقول اختيارها صح او غلط ليه زي ما متعودين دايما في كل فيديوهات الامسكيو. فهنبدأ مع بعض. الجملة الاولى acetyl choline is the transmitter released in the following sites except. هيطلع الacetyl choline من all skeletal muscle neuromuscular junction. ارجع معايا للنيرف، قلتلك ان النيرف في نهاياته مخزن فيسيكلز جواها أسيتايل كولين. الفيسيكلز دي لما بتتكسر هيخرج الأسيتايل كولين عند نيورو ماسكولر جانكشن او الموتور اند بليت، يبقى فعلا هو ريليزد من المكان ده. الجملة التانية all sympathetic وبارا سيمباثيتك جانجليا. اتفقنا في الفيديو اللي فات وفيديوهات النظري ان الجانجليا لا تستقبل الا أسيتايل كولين. الريسبتور اللي جوه الجانجليا نيكوتينيك حساس للأسيتايل كولين، يبقى صح. all pre-ganglionic sympathetic and parasympathetic nerve endings. مرة اتكلمني على أول جانجليا قلت له ماشي، ومرة اتكلم على كل البري جانجليونيك أقول له صح. سواء سيمباثيتك أو بارا بيطلع أسيتايل كولين. بص على الجملة الأخيرة أول بوست جانجليونيك سيمباثيتك، دي تخليها غلط لأن احنا اتفقنا إن بعض البوست جانجليونيك سيمباثيتك اللي رايحة للسويت جلانز coronary vessels أو skeletal muscle blood vessels هي بتعتمد على أسيتايل كولين، يبقى قول غلط لأن في الباقي بيشتغل بالنور أدرينالين. ده لو بتكلم على معظم البوست جانجليونيك سيمباثيتك. طبعا كل البوست جانجليونيك باراسيمباثيتك بتطلع أسيتايل كولين، بس انا اعتبرت الجملة غلط لانه جمع لي سيمباثيتك مع بارا سيمباثيتك ككل في الجملة الاخيرة. الجملة اللي بعدها قد يكون السؤال مخصص، يعني الجملة اللي فاتت نتكلم بصفة عامة. بص على الجملة دي انا محدد لك أسيتايل كولين ترانسميتر ان اول اكسبت، يعني ايه؟ قلت لك بارا سيمباثيتك بوست جانجليونيك تو هارت. اول ما تقرا بارا سيمباثيتك صح، الاسيتايل كولين هو الترانسميتر الاساسي في كل البري جانجليونيك والبوست جانجليونيك بارا سيمباثيتك. طيب سيمباثيتك بوست جانجليونيك تو سويت جلانز، تقول لي صح، هو ده الاكسبشن اللي بنعتمد فيه على اسيتايل كولين، بدليل بنسمي الفايبر كولينيرجيك فايبرز. سيمباثيتك بوست جانجليونيك تو كوروناري فيسلز، تقول لي صح، السيمباثيتك عشان يوسع الكوروناري هيعتمد على أسيتايل كولين، صح. سيمباثيتك بوست جانجليونيك تو يوريناري بلادر، تقول لي غلط اكسبت دي لان اليوريناري بلادر مش من ضمن الاستثناءات اللي السيمباثيتك بوست جانجليونيك مضطر يعتمد على أسيتايل كولين. هو بيشتغل بالنور أدرينالين العادي، بيعمل ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن للإنترنال يوريسرال سفينكتر. السؤال اللي بعده أسيتايل كولين. أسيتايل كولين ده ممثل البارا سيمباثيتك، عشان قبل ما تقرأ العناوين عندنا بيزود الديامتر of bronchi and bronchioles increase diameter معناه يوسع، برونكو
دايلاتيشن، تقول لي غلط البارا سمباثيتك يضيق البرونكاي يبقى دي غلط، يزود الفورس اوف كاردياك كونتراكشن غلط، هو بيقلل الكاردياك كونتراكتيليتي، هو نيجاتيف اينوتروبيك افكت. ريليز ذا باي بارا سمباثيتك نيرف اندينج تو سويت جلاندز، تقول لي صح. الاخيره هو نيورو ترانسميتر ان سوبرا رينال مضله، سوبرا رينال يعني فوق الكلى، اللي فوق الكلى ادرينال مضله، والترانسميتر الاساسي بتاعنا بتاع الادرينال مضله خلي بالك هي بتطلع 80% من افرازها ادرينالين و20% نور ادرينالين. الكلام ده هنيجي نقوله في اسئله ام سي كيو قادمه. طيب السؤال اللي بعده، نيكوتينيك ريسبتورز، لازم تبقى عارف في اي ريسبتور هنقوله النهارده سواء نيكوتينيك ماسكارينيك الفا او بيتا، تعرف خمس معلومات اساسيه، مكانه فين يبقى ده سايت، الاستراكشر بتاعته شكله ايه، تالت نقطه ميكانيزم اوف اكشن هيشتغل ازاي، رابع نقطه ستيميوليتد باي وبلوكد باي. طيب النيكوتينيك ار لوكيتد ان جانجليا اند نيورو ماسكولار جانكشن، صح. النيكوتينيك ريسبتور بيوجد بالنيرفو مصر او جانجليا خلايا عصبيه او ادرينال المضله، ما هو الادرينال المضله ده موديفايد جانجليا، يعني معناها هو مش موجود على اورجنز، اما الماسكارينيك ريسبتورز موجوده على اورجنز. يعني اقول لك ماسكارينيك ريسبتور 1 تقول لي برين، طب ام 2 تقول لي هارت، طب 2 و4 تقول لي سموث ماسلز، ام 3 جلانز، وهكذا لازم تبقى عارف المكان. طيب بي ار سيربنتاين ريسبتورز، سيربنتاين معناها سبايرال او حلزوني، النيكوتينيك مش سيربنتاين، اللي سيربنتاين وبيقطع الممبرين سبع مرات زي شغل الابره او التريكو بالظبط، ده الماسكارينيك ريسبتورز وادرينرجيك ريسبتورز الفا وبيتا، دول سيربنتاين. طب النيكوتينيك ده ايه؟ نيكوتينيك ده خلي بالك هسميه اسم مهم جدا، ايونو تروبيك، بمعنى هو بيمسك الاسيتايل كولين فيه، وجوه الريسبتور في بوابات صوديوم وبوابات بوتاسيوم، ايونو تروبيك يسمح بمرور الايونز من خلاله وبالاخص يدخل صوديوم، يبقى دي غلط تماما. طيب ار ستيميوليتد باي ماسكارين، تقول لي اكيد غلط، انا اسمي نيكوتينيك، معنى كده انا حساس للنيكوتين سمول دوز واسيتايل كولين. طيب بلوكد باي اتروبين، هتقول لي غلط لان الاتروبين بلوك ماسكارينيك ريسبتور، يتنافس مع الاسيتايل كولين على المسكه في ماسكارينيك ريسبتور، its response to acetylcholine may be excitatory او inhibitory. اقول لك غلط، ليه؟ النيكوتينيك ريسبتور هيستقبل الاسيتايلكولين ثم يتفتح الفولتج جيتد صوديوم تشانل اللي جواه فيحصل لوكال دي بولاريزيشن. طب ليه لوكال؟ لان الريسبتور يتبع اللوكال بوتنشال، ما بيوصلش للفايرنج ليفل على طول، محتاجين اكتر من ماسكه من الاسيتايل كولين في الريسبتور علشان يوصلني الى فايرنج ليفل، فده الكلام الاساسي اللي لازم تكون عارفه. معنى كده ماسكه الاسيتايل كولين في النيكوتينيك ريسبتور، خلي بالك لو عندي نيورو ماسكولار جانكشن
هتعمل ستيميوليشن. لو عند الادرينال مضلة هيحفز الادرينال مضلة انه يفرز كاتيكولامين. يبقى اذا الصح كنت اقول ان الريسبونس بتاعه للاسيتايل كولين اكسايتاتوري وليس انهيبيتوري، ما بيوقفنيش، ده بيشغلني باستمرار. عشان كده الجملة الصح ايه؟ السؤال اللي بعده، نيكوتينيك ريسبتور ستيميوليشن كوزس، قصدي ايه من رأس السؤال؟ رأس السؤال قصدي اماكن اللي فيها نيكوتينيك، وعلى هذا الاساس لما تشتغل هتعمل ايه. طيب نفكر، يعمل ميكتوريشن؟ تقول لي طبعا لا، لان عشان يحصل ميكتوريشن لازم اليورينري بلادر كول يعمل كونتراكشن. طب ما اليورينري بلادر از ان اورجن عليه ماسكارينيك ريسبتور، يبقى دي غلط. نيوروماسكولار ترانسميشن صح. طب برادي كارديا؟ تقول لي غلط، لان الماسكارينيك ريسبتور او ام 2 اللي على الهارت لما يمسك فيها الاسيتايل كولين هيعمل برادي كارديا. طيب برونكو كونستريكشن؟ تقول لي لا، لان البرونكاي خلي بالك برضو ما عليهاش نيكوتينيك ريسبتورز، عليها ام 2 او ام 4 لانها سموث مصل. يبقى اذا الاجابه الصح بي. الهدف من كل سؤال تفهم راس السؤال بيتكلم عن ايه، ده مهم قوي. السؤال اللي بعده، نيكوتينيك اكشن اوف اسيتايل كولين. طيب استفدت ايه من الجمله دي؟ انا عاوز الاسيتايل كولين اللي بيمسك في النيكوتينيك ريسبتور، نيوروماسكولار جانكشن وادرينال مضل، هو ده اللي انا عاوزه. تقول لي سلايفا سكريشن؟ اقول لك لا، ده ماسكارينيك اكشن. برونكو كونستريكشن؟ اقول لك برضو ده ماسكارينيك اكشن، انت محددها لي بنيكوتينيك. عشان كده لما قلت لك السايتس مهمه، مكان الريسبتور مهم، يزود الجي اي تي موتيليتي، بتكلم عن ماسكارينيك اكشن. سكريشن اوف الادرينالين والنور ادرينالين صح، لان الادرينال مضله اذا موديفايد جانجليا والنيكوتينيك ريسبتورز موجوده فيها. يجي الاسيتايل كولين يمسك في الريسبتور اللي جوه الادرينال مضله يشغلها تطلع ادرينالين ونور ادرينالين. طيب السؤال اللي بعده، concerning nicotinic receptors all the statements are true except، كل ده صح ما عدا stimulated باسيتايل كولين وجرعه صغيره من النيكوتين. تقول لي صح، لان لو جرعه كبيره يبقى لها تاثير عكسي تعمل بلوك. they are blocked by large dose of nicotine. هقول لك ماشي، بص بقى، they are membrane channels that undergo configuration، يعني تغيير في الشكل، to increase sodium conductance. معنى الجملة دي ايه؟ اول ما الاسيتايل كولين هيمسك في النيكوتينيك ريسبتور هيفتح البوابات بتاعت الصوديوم اللي جواه، وبالتالي يزود دخول الصوديوم. كلمة كوندكتنس معناها حركة الايون سواء داخل او خارج، بس بالنسبة للصوديوم الدخول. اكسبت الاخيرة، they are only present at autonomic ganglia. غلط، نيكوتينيك ريسبتور موجود في الجانجليا ونيورو ماسكولار جانكشن. لاحظ معايا ان الاسئلة بتعتمد على فكرة المكان اهي، على فكرة الاستراكتشر وستيميوليتد وبلوكد باي اللي انا قلتها لك في البداية. سؤال كمان، ماسكارينيك ريسبتورز كاركترايزد باي اول اكسبت، ستيميوليتد باي اسيتايل كولين،
صح. stimulated by ماسكارين صح. blocked by أتروبين صح. الأخيرة هي اللي غلط. similar structure to nicotinic receptors لا. أنا لسه قايل لك ماسكارينيك سيربنتاين أو بسميها ميتابو تروبيك. الماسكارينيك ريسبتور ده ماسك في جي بروتين. جي بروتين ده هو اللي هينظم الكيميكال رياكشنز اللي جوه الأورجن. أي أورجن عندنا علشان يشتغل محتاج إلى سكند ماسنجر جواه. يعني إيه؟ الكيميكال ترانسميتر من بره هو ماسك في الريسبتور، هو الرسول الكيميائي الأول، فيرست ماسنجر، هو الضيف اللي بيقبط على الباب. دخلت جوه البيت، انت دخلت جوه الأورجن نفسها عشان تكمل رياكشنز. يعني مايوسين يمسك في أكتين ويحصل كونتراكشن، انت محتاج إلى رسول كيميائي تاني. الأورجنز بتختلف، في أورجنز بتشتغل بالسايكليك AMP، أورجنز تانية تشتغل بالكالسيوم. طب على أساس إيه؟ على أساس الإنزيم المتوفر في الأورجن عندك، يا إما يكون كالسيوم أو يكون سايكليك AMP. يعني أنا لو عندي أدينايل سايكليز إنزيم متوفر زي اللي في القلب أشتغل بسايكليك AMP. طب أنا لو عندي فوسفو لايبيز سي هشتغل بكالسيوم. ده مهم قوي. طيب stimulation of muscarinic receptors produce all except، نفس فكرة سؤال النيكوتينيك، عايز يقولك دور على المسكارينيك أكشن. تقول لي سلايفا صح، لارج فوليوم اوف ووتر سلايفا، الغدد اللعابيه السليفري جلاند عليها ماسكارينيك ريسبتورز، يزيد الهارت ريت. هنا بقى تقول لي دي مليون في المية غلط، لاني معروف ان البارا سيمباثيتك يقلل الهارت ريت. ازود الجاستريك والبانكرياتيك سيكريشن صح، كونتراكشن اوف يورينري بلادر صح. خلي بالك اي سموث مصل عليها ماسكارينيك ريسبتور 2 M2 and M4. السؤال اللي بعده، أتروبين بلوكس ماسكارينيك ريسبتور 8، طالب مني المكان، فين الماسكارينيك؟ هتقول لي طبعا في الهارت، لان الادرينال مضلة والنيوروماسكولار جانكشن والجانجليا A و B و C دول عليهم نيكوتينيك ريسبتورز. اللي يقفل النيكوتينيك ريسبتور مش أتروبين، لا، اللي يقفله نيكوتين لارج دوز هكساميسونيوم وكوراري. السؤال اللي بعده، أتروبين يعمل ايه؟ قبل ما نقرأ مع بعض الاختيارات نفكر بطريقة سلسة جدا. أتروبين هيمنع الأسيتايل كولين إنه يمسك في الماسكارينيك ريسبتورز، يعني منع البارا سيمباثيتك أكشن. يبقى بالعكس مين اللي شغال؟ تقول لي سيمباثيتك صح. produces pupillary constriction، تقول لي غلط، لما الأسيتايل كولين ما يشتغلش يحصل العكس، pupillo dilatation. يزود السلايفيشن، غلط، العكس، يعمل برونكو كونستريكشن. تقول لي برضو غلط، العكس، البرونكاي اللي بيضيقها أسيتايل كولين، أسيتايل كولين مش شغال فالبرونكاي هتوسع. بلوكس نيورو ماسكولر ترانسميشن، نفكر مين اللي موجود بين النيرف ومصل؟ تقول لي نيكوتينيك ريسبتور، مش بلوكد باي أتروبين أساسا. يقلل الانتستينال موتيليتي، أيوة، علشان كده الأتروبين يستخدم في علاج المغص، تريت كوليك. المغص ده معناه إن الجهاز الهضمي شغال جامد، أسيتايل كولين
عامل كونتراكشنز كبيره قوي لازم نقللها، وبالتالي بندي اتروبي. طيب السؤال اللي بعده، administration of فايزوستيجمين. نقف شويه ونفتكر النظر. الدواء ده كان بيمنع تكسير الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين بيتكسر بالكولين استريز انزيم. طب انا بمنع التكسير انتي كولين استريز. في النظري قلت لك عندي نوعين من الانتي كولين استريز، نوع ريفيرسيبل يمنع تكسير الاسيتايل كولين فتره ثم يتكسر الاسيتايل كولين زي الادويه، ونوع يمنع تكسير الاسيتايل كولين للابد الريفيرسيبل انتي كولين استريز. طيب الفايزوستيجمين من النوع الريفيرسيبل. النوع الريفيرسيبل المبيدات الحشريه انسكتسايد وغازات الحروب المحرمه دوليا وور جازز. طيب لما نمنع تكسير الاسيتايل كولين اتوقع في الاختيارات ايه؟ هيزيد البارا سيمباثيتك اكشن، ده طريقه التفكير. طيب هزود البيوبل سايز، تقول لي غلط. البيوبل لما حجمها يزيد ده معناها مايدريزس. لا، الطبيعي اثناء الريست احنا نقرا، يبقى لازم البيوبل تكون ضيقه، الضوء يبقى داخل مركز يخبط في السنتر اوف ذا لينس مركز العدسه ويتجمع في فوكس وبؤره معينه على الريتنا، ده العادي اثناء القراءه، يبقى ده غلط. يزود الديامتر اوف تراكيا اند برونكاي. هل وانا قاعد ديورينج ريست البرونكاي فيها ريلاكسيشن تقول او دايلاتيشن؟ تقول لي طبعا لا. يزود الفورس اوف كاردياك كونتراكشن، طبعا لا، لان في فيجل تون ده ما ينفعش. اماونت اوف نور ايبينفرين في الدم تزيد، اقول لك ايه ده الصح. تقول لي طب ايه هي العلاقه؟ اقول لك الاسيتايل كولين اللي انت منعت تكسيره هيمسك في نيكوتينيك ريسبتورز عند الادرينال مظله، ما هو ده موديفايد جانجليا، يشغلها لانه اكسايتاتوري فتفرز نور ايبينفرين. شوف اللفه ماشيه ازاي، بنسميها اوتونوميك شيفت، النقله من اسيتايل كولين الى نور ادرينالين. السؤال اللي بعده، A woman inhaled insecticide، شمت مبيدات حشرية وهي مثلا بترش حديقة عندها، مبيدات الحشرية دي بتمنع تكسير الأسيتايل كولين للأبد، ده لو بجرعة كبيرة. She is supposed to have، المفترض يكون عندها إيه؟ الباراسيمباثيتك أكشن زيادة، تاكي كارديا، تقولي لا، برادي كارديا، ديكريز سلايفيشن، لا العكس، مفروض ان السلايفيشن يزيد. بيوبيلو دايلاتيشن، هقول لك لا، البيوبيل تضيق، مايوزس. برونكو كونستريكشن، هي دي الاجابه الصح، دي ادرينال مظله. سيكريتس مينلي ات ريست اند ديورينج سليب، لا هو ديورينج ريست الادرينال مظله شغاله، انا معاك. هتقول لي طب ليه مش في سيمباثيتك تون عشان نضيق الفاسلز، مايلد طول الوقت محتاج لنور ادرينالين، طب يطلع منين؟ من الادرينال مظله. طالب بقى يقول لي طب ما هو النور ادرينالين طالع بنسبه قليله من الادرينال مظله، طب والاكتر طالع منين؟ من البوست جانجليونيك سيمباثيتك اللي رايح للاورجن. لو انت جيت حسبت نسبة النور ادرينالين في الدم هتلاقيه اعلى من الادرينالين. الادرينالين 80% طالع من الادرينال مظلة وبس، اما النور
طالع من كل البوست جانجليونيك سيمباثاتيك، مش كل يعني، يعني معظم البوست جانجليونيك سيمباثاتيك، و20% من الادرينال المضل، فلو جمعناه نسبته اعلى. ديورينج سليب انا اعتبرت غلط، لان اثناء السليب بيشتغل البارا سيمباثاتيك اكشن اكتر. 80% اوف سكريشن نور ابينفرين، غلط. سبلايد باي بري جانجليونيك نيرفا فايبر يطلع اسيتايل كولين، صح، شرحناها كتير قبل كده. هاف ا لونج بوست جانجليونيك نيرف فايبر، ايه رايك الادرينال المضله عنده بوست جانجليونيك اه ولا لا؟ ارجع للفيديو اللي قلناه المره اللي فاتت، قلنا ان معروف السيمباثاتيك عنده البري قصير وعنده البوست طويل، تقول انا معاك، بس انا النهارده بتكلم على ادرينال مضله اذا موديفايد جانجليا، معناها فقدت تماما البوست جانجليونيك، فما تتلخبطش تقول لي ايه ده، ده لونج بوست، اقول لك لا، موديفايد جانجليا محوره كان عندها من قبل بوست جانجليونيك وفقدته، بقى البديل هو افراز الهرمونز، فدي خطا تماما. الجمله اللي بعدها concerning adrenal medulla، كله صح ما عدا، هتلاقي احيانا بعض الاختيارات مكرره. It secretes more adrenaline than نور ادرينالين، صح، ادرينالين 80%. It contains an enzyme which convert نور ادرينالين to ادرينالين، اقول لك صح، النور ادرينالين يتحول الى ادرينالين بانزايم اسمه ان ميثايل ترانسفيريز انزايم، وبيتحول لو عندي سيفير ميتابوليك رياكشنز، لان على فكره ادرينالين ميتابوليكالي اقوى من النور ادرينالين. والنهارده هقول لك مقارنه بين الاثنين من خلال كلينيكال كيس ام اس كيو. It is supplied by pre-ganglionic sympathetic، لغاية دلوقتي تمام. بص، يفرز نور ادرينالين، تقولي غلط، اي pre-ganglionic هيطلع acetyl choline، يبقى except C. طبعا دي صح، لان هو augment بيقوي ويطول الافكت of sympathetic stimulation. وجود الادرينال المضلة احد الاسباب اللي خلت السيمباثاتيك اكشن جنراليزد، بالاضافه ان البري جانجليونيك قصير والبوست جانجليونيك سيمباثاتيك بصفه عامه طويل. السؤال اللي بعده، نور ادرينالين، ركزت لك على نور ادرينالين في اكتر من جمله ام اس كيو، دي الجمله الاولى. از ليبريتد باي سيمباثاتيك بري جانجليونيك تو ادرينال مضله، تقول لي غلط، ريليز ذا باي سيمباثاتيك بوست جانجليونيك نيورونز تو ذا هارت، صح، اكتس اونلي على الالفا ريسبتورز، غلط. اللي خلى الجمله غلط كلمه اونلي، لا، الصح تقول مينلي، اساسا هو النور ادرينالين بيمسك في الفا 1 والفا 2 وبيتا 1 وبيتا 2، ولكن كفاءته العاليه على الالفا 1، ده مهم قوي. is secreted together with adrenaline from adrenal medulla at equal rate، خطا، يبقى الصح بالنسبه لي هي B. الجمله اللي بعدها، نور ايبينفرين is released by both pre and post ganglionic sympathetic، غلط. شوف بقى معايا، is a potent vasodilator. نفكر، النور ادرينالين بيمسك بقوه في الالفا 1 على الوول اوف بلاد فيسلز. في النظري قلت لك اي ريسبتور في رقم 1 يبقى ستيمولاتوري اكسايتاتوري، يعني الريسبتور هيبقى موجود
على مكان يضيقه. فهو النور أدرينالين بيعمل فازو كونستريكشن، فبيعلي الضغط، يعني بيعلي الضغط عن طريق الفكرة دي، يبقى خطأ، هو فازو كونستريكتور. يزود الانتستينال موتيليتي. تقول لي طبعا لا، طبعا لا، بيقلل الموتيليتي. وخلي بالك بيقلل الموتيليتي عن طريق البيتا 2 ريسبتور. اي ريسبتور في نمبر 2 انهيبيتوري، بمعنى الاورجان هيبقى ريلاكسد. طيب از نيورو ترانسميتر ان الفا ادرينرجيك ريسبتور؟ صح. الصح دي. الجمله اللي بعدها، الجمله اللي بعدها بقى كلينيكال كيس مهم قوي. هو طالب سنه اولى ليه بيدرس اوتونوميك؟ ليه بنقول له ترانسميتر وريسبتور؟ عشان يعرف يعالج صح. طيب نور ادرينالين مهم اكتر من الادرينالين في علاج ايه؟ قبل ما اقرا الاختيارات انا تفكيري في ايه؟ الريسبتور اللي ليه افينيتي عاليه للنور ادرينالين. النور ادرينالين يمسك بقوه في الالفا 1 ريسبتور، اما الادرينالين يمسك بقوه في البيتا 1 والبيتا 2. وده هيجرنا لسؤالكم ليا، طب الالفا 1 موجود فين؟ على الوول اوف بلاد فيسلز، ده من بره. موجود عند السفنكترز، ده مهم، سبلين وبيوبل، مهم قوي. فانا افكر سيركيولاتوري شوك، كلمه شوك معناها صدمه، التيشوز اتحرمت من الدم الكافي اللي كان بيوصل له. معنى الكلام ان ضغط الدم اساسا قليل، تبعا لقانون امزلو الفلو دايركت بروبورشنال مع البريشر. لما يقل البريشر يقل الفلو، فالتيشو تدخل في شوك. طيب بريشر قليل عاوزين نعليه، يبقى نعمل ايه في الفيسلز؟ نضيقها ولا نوسعها؟ تقول لي عايزين نعليه يبقى نضيق الفيسل. طيب مين الريسبتور اللي موجود على الفيسل؟ الفا 1 اللي هو اكسايتاتوري اللي بيضيق. حلو. طب مين اللي بيمسك فيه بقوه؟ نور ادرينالين، عشان كده يعالج السيركيولاتوري شوك. الكلام ده في غايه الاهميه. طيب كاردياك اريست، القلب وقف، انا عايز ترانسميتر او دواء يشغل الريسبتور على الوول اوف ذا هارت، فالهارت يزود الكاردياك ريزم، الايقاع بتاعه. نفكر من خلال المعلومات اللي انتم اخدتوها في النظري. الهارت عليه ريسبتور اسمه ايه؟ بيتا 1. طبعا انا بتكلم بيتا 1 اللي يمسك فيه الادرينالين، فالادرينالين هو اللي هيزود الكاردياك كونتراكتيليتي وليس نور ادرينالين. انت بتقولي في رأس السؤال نور ادرينالين مهم اكتر من الادرينالين في علاج ايه؟ يبقى ده غلط. اللي يعالج كاردياك ارست افضل هو الادرينالين وليس نور ادرينالين. اللي بيحكمني افينيتي، ترانسميتر ده بيمسك في انهي ريسبتور بكفاءة؟ طيب اختيار التالت برونكيال ازمة، البرونكاي عليها بيتا 2 ريسبتور. وعايز اقول لك قاعدة، اي سموث ماسل سيمباثيتك عاوز يشتغل عليه الريسبتور بتاعه هو بيتا 2. يعني اقول لك البرونكاي دي سموث ماسل ما تقدرش تتحكم فيها، عليها بيتا 2. هقول لك سموث ماسل لايننج الفيسل، ان البلاد فيسل عليها نوعين من الادرينرجيك ريسبتورز، الفا 1 من بره وبيتا 2 في البطانه في السموث ماسل لايننج الوول اوف ذا فيسل من جوه. البرونكاي يعني ايه ازمه؟
برونكاي ضيقه مش عارف اخد نفسي، عايز ادي ترانسميتر او دواء يوسع البرونكاي يمسك في البيتا 2 ريسبتور. البيتا 2 از انهيبيتوري، بمعنى هيعمل ريلاكسيشن للبرونكاي يوسع المكان اللي انا عليه. عشان كده مين اللي يستخدم اكتر؟ ادرينالين، هو اكثر فاعلية. يبقى غلط. هايبرتنشن، غلط. النور ادرينالين هو اللي بيعلي الضغط للطبيعي، يبقى ازاي يستخدم في علاج الضغط؟ فكرة الهوميوستيزس هو النيجاتيف فيدباك، انا اطلع امتى؟ لو عكس شغلي موجود، انا بعلي الضغط يبقى تفرز لو الضغط قليل، طب لو الضغط عالي يبقى انا ماليش اهمية to be released. السؤال اللي بعده، ادرينالين is the chemical transmitter of sympathetic postganglionic. غلط. الترانسميتر الرئيسي هو نور ادرينالين وليس ادرينالين. is secreted with نور ادرينالين from adrenal medulla at equal rate. تقول لي غلط، جملة دي مكررة جدا في التكست بوك والامتحانات. helps in treatment of bronchial asthma. صح، حضرتك لسه شارحها دلوقتي. has more vasoconstrictor effect on blood vessels than نور ابينفرين. اقول لك غلط، العكس صحيح. اللي بيضيق الفيسل بكفاءة اكتر هو النور ادرينالين. على فكرة الادرينالين بيعمل فازو دايلاتيشن اوف سكيليتال ماسل بلاد فيسلز، شغال على السكيليتال ماسل بلاد فيسل. وعايز اقول لك على معلومة مهمة، هو الادرينالين ممكن يضيق الفيسلز بصفة عامة بس مش بنفس كفاءة النور ادرينالين. وجدوا حاجة غريبة قوي، الادرينالين بيعمل حاجة وعكسها، يضيق فيسل ويوسع فيسل، يعمل بوزيتيف ونيجاتيف، يكنسلوا بعض يلغوا بعض. عشان كده ملوش تأثير عالي على زيادة ضغط الدم، لا مايلد انكريز، حاجة تزود الضغط انك بتضيق الفيسل، وتعمل افكت تاني عكسي توسع الفيسل فتقلل الضغط، فما ينفعش. السؤال اللي بعده، stimulation of alpha 1 adrenoceptors. كلمة ادرينو نسبة للادرينالين والنور ادرينالين، ريسبتور مستقبل، هستقبل كاتيكولامينز، ده ازود ضغط الدم. تقولي صح، الفا 1 اكسيتاتوري على الفيسل، بيعمل فازو كونستريكشن، يزود البيوبل سايز. طبعا صح، مايدريزس. بص بقى، ريلاكسيشن للسفنكتر. تقول لي غلط، السفنكتر لسه انت قايل عليه الفا 1 ريسبتور، والالفا 1 اكسايتاتوري يعني هيضيق السفنكتر، يبقى المفروض كونتراكشن. انهيبيشن اوف نور ابينفرين ريليز. تقول لي استنى، ايه علاقة الكلام ده بموضوعنا؟ نور ادرينالين طلع واشتغل ولكن بيتفرز بكميات كبيرة، انا مش عاوز اخرجه من الفيسيكل، عشان كده بنعمل هوميوستيزيس. جميل، نيجاتيف فيدباك، هتطلع بكمية كبيرة؟ لا، امسكك في ريسبتور عند نهاية النيرف، عند البري سينابتيك تيرمينال. لما همسكك في هذا الريسبتور همنع الريليز بتاعك. اسم الريسبتور ده الفا 2 ريسبتورز، عشان كده الالفا 2 ده بيعمل اوتوجينيك نيجاتيف فيدباك، اوتو ذاتي. هنظم كمية النور ادرينالين اللي خارجه، ما تقلقوش، قلنا لهم لا قلقانين، لانه لو طلع كتير يضيق الفيسل اكتر،
قد اكون مريض بضغط عالي، عشان كده انت بتضيق الفيسل مايلد. هتطلع اكتر، امنع خروجك، امسكك في الفا 2 وليس الفا 1، عشان كده دي خطأ. دايما ربنا بيحط للترانسميتر بداية ونهاية. النهاية يا اما اكسرك بانزيم، يا اما اعمل لك اكتف ري ابتيك. طبعا الخطوة الاهم ري ابتيك، ارجعك للمخزن بتاعك في نهاية النيرف تيرمينالز في الفيسيكلز. اكسرك بكولين استريز، ده لو استايل كولين، او لو نور ادرينالين اكسرك بمونو امين اوكسيديز ماو، او كومت كاتيكول او ميسايل ترانسفيريز، او اكسكريشن في اليورين في شكل فانايل مانديليك اسيد في ام اي. الطرق مختلفة ولكن النتيجة واحدة، ده مهم جدا. السؤال اللي بعده، compared to alpha 1، بالمقارنة للالفا 1 stimulation of alpha 2. يعني اذا نخبي الجزء ده، انا كلامي على الالفا 2 يزود heart rate؟ تقولي لا، الالفا 2 receptor كمكان موجود في حاجتين، pre-synaptic terminal وplatelets. الهارت عليه بيتا 1، يبقى انت غلط. دايما السايت هو بيحدد انت فاهم ولا لا. increase cytoplasmic calcium، تقول لي لا، الكالسيوم بيزيد كسكند ميسنجر عن طريق شغل الالفا 1 ريسبتور. يعني النور ادرينالين يمسك في الالفا 1 على الوول اوف بلاد فيسلز اللي ماسك فيه جي بروتين من بره، هيزود الكالسيوم اللي جوه الفيسل، عشان النهاية contraction في الوول، فدي خطأ. يقلل النور ابينفرين ريليز من الادرينرجيك نيرف اندينجز، تقولي صح، هو ده الاوتوجينيك نيجاتيف فيدباك. يقلل الديامتر اوف بادي ارتريول، يعني يقلل الديامتر، يعني يضيق الفيسل، يعني فازو كونستريكشن. تقولي لا، اللي موجود على الفيسل الفا 1 ومن جوه بيتا 2 وليس الفا 2، عشان كده دي غلط. السؤال اللي بعده سؤال تجميعي، ادرينرجيك ريسبتورز، لا قلت لك الفا ولا بيتا، بتكلم بصفه عامه، are channels that open to permit diffusion of ions، يعني هل دي بوابات بتفتح وتدخل ions؟ تقول لي غلط، دي سيربنتاين ريسبتور سبايرال شيب، اللي بيفتح هو النيكوتينيك ريسبتور، يبقى دي غلط. ده سؤال عن ستراكشر كلاسيفايد تبعا للسنسيتيفيتي تو كاتيكولامينز، صح. الالفا 1 يمسك في نور ادرينالين اقوى، البيتا 1 والبيتا 2 يمسك في الادرينالين اقوى. شوف هنا في سنسيتيفيتي، في افينيتي بلغه البايوكيمستري. كان بايند تو اسيتايل كولين، تقول لي غلط، اسيتايل كولين بيمسك في كولينرجيك ريسبتور سواء نيكوتينيك او ماسكارينيك. وين ستيميوليتد بيزود الانتستينال موتيليتي، طبعا غلط تماما، هو بيقلل الموتيليتي عن طريق البيتا 2. السؤال ده بقى مبني على تعرف السايت فين، ثم لو قفلناه يحصل ايه. الفا ادرينرجيك بلوكرز، رأس السؤال انا ما حددتش الفا 1 او الفا 2. طيب برونكو كونستريكشن، مش محتاج تفكر، البرونكاي عليها ايه؟ تقولي بيتا 2 ريسبتورز، يبقى دي غلط، انت بتقولي الفا ادرينرجيك بلوكرز، ما ينفعش. عارف كانت امتى تبقى صح؟ بيتا بلوكر، على اعتبار البيتا 2
عند البرونكاي بيوسعها. لو انا قفلته العكس برونكايتي دي. ايه غلط؟ prevention of ejaculation. ها ايه رأيك؟ تقول لي صح. ليه؟ الإيجاكيوليشن بيحصل نتيجة contraction للسيمينال فيسيكلز. هو مين اللي بيضيق الفيسيكلز؟ تقول لي الالفا 1 ريسبتور لما يستقبل النور ادرينالين. طب انا بقول لك الفا بلوكر، يبقى منعت الحركه دي تحصل، منعت ان انا اضيق السيمينال فيسيكل، ما خرجش سيمن، يبقى انا منعت ايجاكيوليشن. طريقه التفكير مهمه. ريدكشن ان سويت سكريشن. على فكره الموضوع ده مبني على ايه؟ كولينيرجيك بلوكر. لسه قايل لك هناك استثناء، بعض السمباثاتيك بوست جانجليونيك اللي رايحه للسويت جلانز تشتغل باسيتايل كولين. طب ايه اللي دخل الفا بلوكر؟ مفيش هنا الفا ريسبتور اساسا. وفي نقطه تانية، ان الجلانز دي سويت جلانز تعتمد على اسيتايل كولين. طيب اقلل الانتستاينال موتيليتي. ايه رايك؟ الانتستاينال موتيليتي على فكره بتعتمد على بيتا 2، وانا كلامي الفا بلوكرز. يعني لو قلت لي بيتا 2 بلوكرز يقلل الانتستاينال موتيليتي كانت هتبقى صح. السؤال ده سؤال عام. stimulation of two adrenergic receptors. two دي يعني ايه؟ تحمل معنيين، الفا 2 او بيتا 2، لان انا قلت adrenergic كلامي عن sympathetic. inhibition of norepinephrine release. تقول لي صح لان ده الفا 2. طيب امنع الليفر جلايكوجينوليسيس. تعالى بقى افكرك، الليفر عليه بيتا 2 ريسبتور. الليفر عليه بيتا 2، البيتا 2 مفروض انه يعمل جلايكوجينوليسيس. طيب انا بقول لك شغلت البيتا 2 فوقفت الجلايكوجينوليسيس، تقول لي لا، المفروض ان السمباثاتيك يكسر الجلايكوجين الى جلوكوز، فكان الصح تقول ستيميوليشن. طيب برونكو كونستريكشن، اقول له غلط، المفروض برونكو دايلاتيشن، لان لما نشغل البيتا 2 يحصل ريلاكسيشن للبرونكاي. ايجاكيوليشن تقول لي غلط، عشان يحصل ايجاكيوليشن نعتمد على الالفا 1 ريسبتور، وانت قايل لي في راس السؤال 2، يبقى الجمله الصح ايه؟ السؤال اللي بعده سؤال كلينيكال مهم قوي. اكلينيكال يوزد انتي هايبرتنسيف دراج، اديتك دواء يعالج الضغط، هايبرتنشن يعني زياده ضغط الدم، انا عايز اقلل الضغط ده، المتوقع الدواء يعمل ايه؟ انهبت كولين استريز. بص معايا، لو انت منعت تكسير الاسيتايل كولين هيحصل ايه؟ تقول لي هيزيد الاسيتايل كولين اكشن. طيب هل يا ترى البلاد فيسلز بتاعتي كتون في العادي تعتمد على الاسيتايل كولين؟ تقول لي لا، احنا بنعتمد على السمباثاتيك، شغال طول الوقت يحافظ على البلاد بريشر افريج 120-80، يبقى زيادتك يا اسيتايل كولين او ان انت تطول في الاكشن ليس لها اهميه عندي. طيب يزيد النور ايبينفرين ريليز. تعال نفكر، انت عايز تقلل ضغط الدم، يبقى المفروض تعمل ايه؟ تمنع الريليز اوف نور ادرينالين، لان ده اللي بيعمل فازو كونستريكشن ويعلي الضغط. اي حاجه بتعلي الضغط لازم اقللها. طب اقللها ازاي؟ لازم الدواء ده يشغل مين؟ الفا 2. برافو عليك، فيمنع النور ايبينفرين ريليز
من نهايات الأعصاب، وطالما أنا منعته خروجه منعت إنه يشتغل على الألفا 1 ريسبتور أون بلاد فيسلز. يبقى إذا أنا بقلل الريليز، يبقى سي برضو غلط. أنا مفروض أشغل الألفا 2 مش أوقفها. ما أنا لو وقفتها مفيش حاجة هتمنع خروجك يا نور أدرينالين، اعمل اللي أنت عاوزه. ما ينفعش. طب بص على آخر واحدة بقى، إيه علاقة إن أنا أعالج الضغط إن أنا أقفل الكوندكشن إن أوتونوميك جانجليون؟ فكر، الجانجليون بيوصل لها إيه؟ بري جانجليونيك، يطلع أسيتايل كولين، ولما يمسك في نيكوتينيك ريسبتور على الموديفايد جانجليون لأدرينا المضلة هيخليها تفرز نور أدرينالين. طب وأنا عاوز نور أدرينالين يتفرز ويعليل الضغط؟ تقولي لا، يبقى لازم أعمل بلوك للنيكوتينيك ريسبتور اللي موجودة في الأدرينال مضلة. يبقى آخر جملة صح، منعت الكوندكشن بين البري جانجليونيك ونيكوتينيك ريسبتور جوه الأدرينال مضلة. سؤال كمان، فيو كرومو سايتوما، على فكرة أوما معناها ورم، تيومر، ده مقطع طبي مشهور جدا. كرومو سايتو معناها السيلز بتاعة الكروموفين تيشو في الأدرينال مضلة. الكروموفين تيشو في الأدرينال مضلة هيطلع أدرينالين ونور أدرينالين. طب ورم، إفراز عنيف، زيادة في السكريشن، is clinically associated with. طالب الشاطر فهم ان تيومر في الأدرينال مضلة، يبقى بنتكلم عن high sympathetic action. يا ترى السمباثاتيك لما يشتغل جامد يعمل cold hands and feet؟ اقولك صح، قاعدة السمباثاتيك انا بضيق كل الفيسلز ما عدا اتنين، انا بضيق كوتينيوس فيسلز اوعية الدموية بتاعت السكين، ولما ضيقها البلد اللي ماشي فيها قليل فالسكين يبقى بارد، فايدة الدم تدفئة الانسجة. ده ما حصلش. طيب برادي كارديا، تقول لي غلط، تاكي كارديا. طب تطلع نور ادرينالين وادرينالين بالاخص كتير، اذا كان 80% من افراز الادرينال المضلة ادرينالين، بالك بورم، 80% تزيد قوي. طب والادرينالين بيمسك في البيتا 1 ريسبتور على الهارت بكفاءة عالية، فيزود الكاردياك كونتراكتيليتي، زود الهارت ريت. طب شارب فيجن، ايه رأيك؟ تقول لي لا. ليه؟ لان المعروف ان السيمباثاتيك بيوسع البيوبل، لما البيوبل توسع الضوء داخل كتير قوي مش بيخبط في مركز العدسة في الاطراف، والاطراف بتاعت اللينس قدرتها على الريفراكشن او انكسار الاشعة ضعيفة، هيكون عندك اكتر من فوكس او بؤرة على الريتنا اللي هي شبكية العين، يبقى فيه زغللة، بليرد فيجن. الدليل على كده لما يتحط لك قطرة في العين توسع البيوبل علشان الدكتور الرمد يشوف الشبكية، حاسس ان انت مش شايف كويس، قبل ما تمشي من العيادة يديلك قطرة تضيق البيوبل ايزيرين عشان تقدر تمشي، لانك شغال طول الوقت ببيوبيلو كونستريكشن بارا سيمباثاتيك اثناء الريست. طيب دايارية، نفكر سيمباثاتيك في الطبيعي بيقلل من حركة المعدة والامعاء، بيقلل من الموتيليتي، يبقى المفروض ما يعملش دايارية. دايارية يعني حركة زيادة في الجي اي تي، يعمل العكس، يعمل امساك كونستيبيشن. السؤال اللي بعده سؤال كلينيكال في غاية الأهمية، proper management of pheochromocytoma. انت دكتور كشفت وعرفت
ان في ورم في الادرينال مضل. على فكره اللي بياكد لك الورم انك تسحب عينه يورين، تشوف العينه دي، تحللها، تلاقي فيها فانايل مندلك اسيد عالي، لان الميتابوليك اند برودكت اوف كاتيكولامين هو في ام اي في اليورين. فلو لقيتها عاليه في اليورين ده معناها الافراز في الدم كان زياده. طيب اعالجك ازاي؟ هل اديلك الفا 1 انتاجونست فقط؟ ركز معايا في كلمه فقط دي. الفا 1 انتاجونست يعمل ايه؟ هتقول لي يقلل ضغط الدم زي ما شرحنا. طب هو انا مشكلتي ان انا اقلل الضغط بس؟ طب ما هو في كمان كاردياك كونتراكتيليتي عالي. انا عندي مشكلتين، ضغط عالي، بلاد فيسلز ضيقه، وعندي هارت شغال جامد. لازم احل المشكلتين، ده مهم جدا. طب رقم اتنين، بيتا 1 انتاجونست فقط. لما انت تقفل البيتا 1 ريسبتور على الهارت، قللت كاردياك اوت بوت، قللت مجهود القلب، ولكن قصاده ضغط عالي في الأورطة. الضغط العالي ده مشكلة قد يؤدي إلى هارت فيلير. القلب في الطبيعي يضخ الدم من الفنتريكل للأورطة ببريشر جريدينت، بفرق الضغط من الأعلى للأقل. طب لما يكون الأورطة ضغطه عالي، يعتبر مقاومة عالية أمام الفنتريكل، فنتريكل هيفشل في الإيجكشن أو دفع الدم لبرة، فندخل في فيلير، فما ينفعش. طب إيه رأيك في سي؟ أدي بيتا 1 أنتاجونست يعني بلوكر أولا، ثم ألفا 1 بلوكر. لما تدي بيتا 1 بلوكر الأول، أنت قللت الكاردياك أوتبوت، أنا معاك، ثم تقلل ضغط الدم الخارجي. يعني بالمنطق، الأول أقلل مجهودي أنا، ولا أقلل المقاومة العالية اللي قصادي؟ تقول المنطق أقلل المقاومة اللي قصادي. الأورتيك بريشر العالي بقى حاجة صعبة بالنسبة للهارت، قد يؤدي إلى فيلير. طب قلل المكان اللي هيستقبل من الدم، ما تخليهوش يقاوحني شوية. عشان كده الصح هو دي ألفا 1 بلوكر. الأورطة فيسل عليها الفا 1، الالفا 1 امنع انه يشتغل، فالاورطه ما تدقش، بالعكس توسع، فقلل البريشر اللي فيها، فتقل الريزيستنس المقاومه اللي قصاد الليفت فنتركل، ثم اقلل مجهود القلب واقلل استهلاكه من الاكسجين. فالبدايه كده، قلل البلاد بريشر اولا، ثم قلل نشاط القلب ثانيا. اخر جمل عندنا هي جمل سهله قوي، طلبه بتتلخبط فيها. One of the following innervated by sympathetic only. تقول لي طبعا skin. الفيديو اللي فات قلت لك 4S supplied by sympathetic. skin اول واحده. skeletal muscle blood vessels. spleen suprarenal. طبعا urinary bladder sympathetic وparasympathetic. pupillo constrictor parasympathetic فقط. esophagus parasympathetic فقط. السؤال اللي بعده، وده السؤال الاخير بالنسبة لنا في هذا الفيديو، which of the following not function of parasympathetic. not function بمعنى انا كparasympathetic ما بروحلوش اناتوميكالي، وبالتالي فيسيولوجيكالي ماليش علاقه بيه. طبعا السويت جلانز ماليش علاقه بيها تماما، ده شغل سمباثيك. اتمنى في نهايه هذا الفيديو نكون عرفنا ازاي نفكر في ترانسميتر سايتس اوف ريليز، ازاي تو بي ان اكتيفيتد الريسبتورز، والنقط الاساسيه ازاي تفكر في حالة كلينيكال كيس مكررة، يجيب لك ريسبتور وبلوكر ويشوف هيعمل ايه. اولا اعرف الريسبتور مكانه فين، ثم اعرف
الترانسميتر ده ليه افينيتي عليه ولا لا. يعني التفكير ليه اكتر من خطوة لازم تبقى بالترتيب ومهمة جدا. كان معاكم دكتور محمد فايز.